السلام عليكم. لم يعد المغرب العربي ذيل الطائر المشرقي الذي احتكر الفكر والمعرفة لقرون طويلة. هذه المقولة تنتشر اليوم في أروقة الكتاب والمفكرين العرب الذين يتابعون الحضور القوي لعدد من المفكرين والكتاب المغاربة، وهم يقومون بمحاولة جادة لإعادة عصر التدوين العربي بعدما شاخ المشرقيون فكرياً. الفكر العربي المعاصر بين نهضة مغاربية وشيخوخة مشرقية، موضوع حلقة اليوم من حديث العرب، أهلا بكم. إذن هناك استفاقة حقيقية في العقل العربي المغاربي يعكسها الحراك الثقافي والكتابات العميقة التي قدمها عدد من المفكرين المغاربة أمثال محمد عابد الجابري وعبد الله العروي وأمثالهم، وهي استفاقة لها دور في مشاريع إعادة إنهاض العرب معرفيا. لكن في هذا السياق ثمة من يقول إن هذه الحركية الفكرية المغربية جاءت على حساب شيخوخة مشرقية. في حلقتنا هذه نبحث دلالة علو كعب الجناح المغاربي فكريا والأسباب التي حالت دون استمرار الجناح المشرقي من الجسد العربي ملهما علميا وفكريا لصنوه المغربي. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيفينا الكريمين، الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل زائر في المركز العربي بواشنطن ويشاركنا عبر خدمة سكايب من واشنطن، وكذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ محمد الفضل الباحث في قضايا الفكر والفلسفة. أهلا بكما ضيفي الكريمين. قبل البدء بالحديث دعونا نتابع سويا التقرير التالي. كثيرا ما يطرح موضوع المقارنة في الإنتاج الفكري بين المشرق العربي ومغربه، ورغم اختلاف بعض التوجهات والمرجعيات إلا أن القاسم المشترك بين هذه الشعوب انتماؤها لثقافة جامعة هي العربية الإسلامية. ولفترة ليست بالبعيدة ظلت الريادة الفكرية حكرا على المشرق العربي في مصر والشام والعراق وأجزاء من الجزيرة العربية، لكن المراقب للحركة الفكرية يلحظ أن دول المغرب العربي شهدت تفوقا كبيرا ونموا في أعداد المفكرين ونتاجاتهم الفكرية، حتى رجحت كفة بلاد المغرب العربي في مجالات الفكر والفلسفة والتأليف والترجمة. ويرى مراقبون أن حركة التأليف والإنتاج الفكري عند علماء المشرق العربي باتت رهينة للأنظمة الاستبدادية والظروف القاسية التي تمر بها الشعوب العربية بسبب تأثير الحروب والاحتلال والمشاكل السياسية وأطماع الدول الإقليمية. وفي ظل النهوض الفكري لعلماء المغرب العربي لابد من الإشارة إلى أسماء عديدة على شاكلة محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن وأبو يعرب المرزوقي وغيرهم الكثير. وتميزت بلدان المغرب العربي الثلاثة تونس والجزائر والمغرب خلال القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميلادي ببروز ثلاثة من أعلام الإصلاح فيها، هم محمد الطاهر ابن عاشور وعبد الحميد ابن باديس وعلال الفاسي، الذين تخرجوا من رحم المؤسسة التعليمية الأصيلة ممثلة في الزيتونة والقرويين، ومحضوا جميعا حياتهم من أجل النهوض بمجتمعاتهم سالكين سبلا متكاملة ومناهج متضافرة. وإن تخالفت فيما بينهم ميادين العمل إلا أنهم اتفقوا جميعهم على إحياء الاجتهاد والتجديد وعلى تحرير مجتمعهم من مختلف مثبطات النهضة والتحرر من الاستعمار والتخلف والجهل، واتفقوا كلهم على إصلاح التربية والتعليم فأبلوا البلاء الحسن. وعمد الشيخ ابن عاشور والأستاذ الفاسي إلى إصلاح القرويين والزيتونة، وأسس الشيخ ابن باديس مدارس ومعاهد كانت لبنة الأساس للعلوم والمعرفة في المغرب العربي. وقد بات واضحاً أن الثقافة العربية المغاربية منذ النصف الثاني من القرن العشرين صنعت الحدث وأثرت في الذائقة العربية في حقول الفكر والفلسفة والأدب. دكتور عبد الوهاب، لو بدأت معك، يعني كما تلاحظ في العقود القليلة الماضية برزت أسماء فكرية لامعة ومتميزة قدمت محتوى وإنتاجا معرفيا
عميقا حقيقة. يعني تحدثنا، ذكرنا أمثلة، محمد عبد الجابري في المغرب، عبد الله العروي، هشام جعيط، وقبلهم مالك بن نبي، وأسماء كثيرة حقيقة. في أي سياق تاريخي وسياسي وثقافي يمكن الحديث عن هذا الظهور؟ تحية لك والسادة المشاهدين. حقيقة يعني الموضوع الفكري، وأنا يعني أتفق مع الأطروحة الأساسية التي تبناها البرنامج، وهي أن الفكر العربي تحديدا قد أخذ مداه ومجاله في المغرب العربي في الوقت الذي يعني يمكن أن يقال أنه جفت منابع هذا الفكر في المشرق. الفكر عموما، الفكر العربي هو مترابط من سواء كان في مغرب الوطن العربي أو في مشرقه، لكن الفرصة التي أتيحت للفكر والمفكرين العرب المغاربيين في أن يعني يتفاعلوا مع منجزات العقل الإنساني في هذه المرحلة قد أتاحت لهم أن يشحذوا الهمم، ويحاولوا أن يعني ينشئون لهم مقاربات مهمة تتناول حقيقة هذا الفكر، ويحققون إنجازات مهمة أيضا. حضرتك يعني تفضلت وأشرت إلى أساطين الفكر العربي في القرن العشرين، أشرت حضرتك إلى مالك بن نبي من الجزائر، وإلى الأستاذ الراحل هشام جعيط، وإلى الأستاذ عبد الله العروي، وإلى أنا الذي أعتبره أكثر من قدم للفكر العربي في هذه المرحلة من إنجازات، هو الراحل الصديق العزيز حقيقة تشرفت بمعرفته، الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابري. وهنا بودي أن أشير إلى أن أيضا يعود الفضل إلى مركز رئاسات الوحدة العربية عندما كان يرأس مجلس إدارته في حينه الأستاذ الراحل دكتور خير الدين حسيب، الذي أتاح لهذا الفكر أن يكون بمتناول يد المشارقة بشكل واضح. الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابري يعني قدم قراءة جديدة يعني لكثير من الأمور الشائكة، دون أن دعني أقول دون أن يتجاوز على ثوابت الفكر العربي، يعني فكك الفكر العربي، فكك التراث حقيقة إلى أسسه المنطقية والمعقولة دون أن يتجاوز على أساسيات هذا التراث، وهي حالة نجدها عند بعض الناشطين الفكريين دعني أقول وليس المفكرين في هذه المرحلة، من الذين تأثروا كثيرا بالفكر اللائكي الغربي الفرنسي تحديدا. الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابري أنجز مشروع عمره يعني، وحقيقة مشروع عمر الجيل، يعني هذا ما يجعلنا يعني نشيد بالحقيقة بالذي جرى. إذا ما قارنت ذلك بالمشرق العربي، أنا أتفق معك أن المشرق العربي قد جفت منابعه إلى حد ما، ولهذا أسباب. أولاً أن طيب دكتور عبد الوهاب، لو أذنت لي أن أرحل الأسباب إلى ما بعد الفاصل لأنها لها محور مستقل، وقد أثنيت كثيراً على تحديداً الدكتور محمد عابد الجابري. إضافة إلى الدكتور محمد عابد الجابري، وهنا أستميحك عذراً في أن أنتقل إلى الخرطوم لأسأل الأستاذ محمد الفضل، أهلاً ومرحباً بك. قياساً بعدد المفكرين المغاربة وبالمحتوى المعرفي الذي قدموه، هل من النجاعة القول بأن هناك نهضة فكرية ثقافية في المغرب العربي ومحاولة لإعادة عصر التدوين العربي، أم أنها الحديث اليوم عن طفرة يمكن أن تحدث في أي مكان من العالم من دون أن يعني ذلك ظاهرة نهضة فكرية أو ظاهرة إعادة تدوين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، سعيد جدا بالاستضافة. ولعل نافلة القول أولا بأن الفكرة المغربية والفكرة المغرب العربي عموما نعم هو فكر قديم، ليس بالجديد، ليس ظاهرة حديثة مع عبد الجابري أو مع عبد الرحمن طه أو غيره، يعني هو فكر جذور قديمة. يعني مثلا الآن يعني مثلا كنت عندك واحد من أهم علماء الاجتماع المعروفين على المستوى العالمي وكذا، ابن خلدون هو خريج هذه المدرسة، بدأ بكتابة المقدمة في منطقة المغرب العربي ما تسمى الجزائر الآن. خذ عندك مثلا أغلب المدونين الفقهاء، مثلا الفقه المالكي بالذات، أغلبهم تجدهم مغاربة. المغرب العربي ليس جديد عهد،
بل بالعكس حتى يعني عندما كان المشرق يرد مثلا بقسوه على الفلسفه اليونانيه عند الغزالي في تهافت الفلاسفه، كان بعده بعد فتره يعني الغزالي كان ابن رشد الحفيد يكتب التهافت والرد على نقد الغزالي للمنطقه الارسطي او غيره. الفكر في المغرب بالضروره ليس فكرا جديدا، ولكن هنالك عوامل تؤثر على 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 صحوه الافكار او انتكاسها في فترات معينه. مثلا منها الاستقرار السياسي والاستقرار الثقافي في المناطق. منطقة المشرق العربي مؤخرا في اخر 50 سنه ما شهدت استقرارا، يعني استقرارا معروفا لكي تنمو في سياسه الافكار يعني تزدهر وهكذا. في المقابل منطقه المغرب العربي كانت اكثر استقرارا، الانتخابات العسكريه من الحكومات. لكن استاذ محمد معذره، هل الصوت ليس واضحا بما فيه الكفايه، وان كان يمكن ان يكون مقبولا في ضوء الظروف الفنيه التي نعرفها الان في السودان؟ يعني هذا المحتوى الذي نتابعه دائما استاذ محمد، هل يرقى الى ان يكون اساسا معرفيا كافيا لما يسمى نهضه فكريه مغاربيه؟ طبعا الفكر المغربي عموما يمكن تقسيمه الى قسمين، هنالك فكر اصيل، فكر مغربي مرتبط بالجذور المعروفه للافكار المغاربيه التي هي التصوف والفقه المالكي الذي يعد المغاربه هم العمده فيه، حتى ان المالكيه في فتره من الفترات كانوا يقولون ان اجتهاد اهل المغرب مقدم على اجتهاد اهل المدينه في جزء من الفقه المالكي، مثلا عند خليل او غيره من الناس في فتره معينه. وهنالك فكر مغاربي اخر اعلن قطيعه تامه مع الفكر العربي، يعني محمد عبد الجابري مثلا الذي ذكره الاستاذ انفا على القطيعه تامه مع الفكر العربي وتجاوزه الى الفكر الانجلوساكسوني، وقال انه يمكن اعاده تاسيس فكر مغاربي من التحليل الماركسي حسب 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 مقولاته. فلا بد ان نميز بين الظاهرتين هاتين، وفي الظاهرتين هاتين المغرب العربي تميز جدا، يعني ليس محمد عبد الجابري وحده هو المفكر الذي سطع نجمه في المغرب الان، ولا طه عبد الرحمن وحده، ولا حمو النقاري وحده، ولا مثلا في تونس فتحي المسكيني وحده، ولا مثلا ابو يعرض المرزوقي وحده. كل هؤلاء اسماء لا يمكن تجاوزها مع وجود اخرين قد يكونوا اكثر قيمه معرفيه واكثر ثراء واكثر تاليفا واكثر ترجمه للافكار الغربيه عموما او الافكار الشرقيه التي اتت من الاجتهاد الفلسفي الشرقي او من الدرس الفلسفي الشرقي انجاز تسليتر. ولكن اللافت الى النظر والمثير يعني للدراسه والدرس والتفكر وهكذا، وافتكر يعني انا افتكر مشروع عبد الرحمن طه الذي سماه باستثناءات القول الفلسفي. وعبد الرحمن طه يقول ان القول هو يعني عندما بدا مشروعه هذا كان يقول انا بدات مشروعي هذا ليتفلسف العربي العامي. وراى ان هنالك قطيعه حصلت بين الفلسفه وبين الانسان العربي العام. لذلك راى ضروره استئناف هذا الفكر الفلسفي برؤيه مغاربيه تستند الى التصوف المغاربي وتستند كما قلت انفا الى الفكر المالكي مع استيعاب وتجاوز الفكر الغربي. لذلك تجد تجد مولانا عبد الرحمن طه احسن الله اليه كتب بؤس الدهرانيه وكتب شروط ما بعد الدهرانيه في محاولاته لتجاوز الفكر الغربي الحداثي. نعم. في نقده لإيميل دوركهايم مثلا او غيره من الاجتماعيين المعاصرين. طيب في يعني لو اذنت لي استاذ محمد، ويعني ما زلنا نجد بعض الصعوبه في مساله الصوت، اعود الى واشنطن لاسال الدكتور عبد الوهاب، وقد ركزت على الراحل محمد عابد الجابري وهو صاحب السلسله الشهيره سلسله نقد العقل العربي، اذا ما وضعناها مع سلسله او نقد العقل المسلم التي اشتغل عليها محمد اركون وغيرهم من الفلاسفه والمفكرين، سؤالي هو إلى أي مدى هذا الفكر المغاربي أثر على الفكر العربي المعاصر عموما؟ وبكلمات أخرى، هل يمكن القول أن الفكر العربي المعاصر بصيغته الراهنة بمحتواه بإنتاجه هو وريث تأثير النهضة الفكرية المغاربية؟ يعني أنا كما قلت بأن الظروف التي أتيحت للفكر العربي في المغرب العربي في أقطاره المختلفة هي التي جعلت من المغرب العربي بأقطاره كمان أيضا المختلفة الواحة التي نشأ في ظلالها هذا الفكر. ولكن هذا الفكر قد انتقل حقيقة للجفاف الذي عانى منه الإنتاج. أنا لا أريد أن أكون يعني متطرفا في رأيي عندما أقول جفافا، لكن
في المشرق كان هنالك كم هائل جدا من التحديات التي منعت نشوء مدرسة فكرية مريحة بإمكانها أن تنتج. هذا التحدي لم يكن موجودا في المغرب، أو موجود كان موجودا بأشكال أخرى. من هنا أستطيع أن أقول بأن ما تحت يدنا في هذه الأيام من منجزات فكرية عربية نتجت في المغرب العربي هو الذي يشكل المدرسة الفكرية العربية الحداثية إلى حد كبير. وكما قلت بأن انتشار فكر الراحل الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابري كان نتيجة لأن أعمالها قد اتيحت للعرب المشارقة في كل مكان نتيجة تبني مركز دراسات الوحدة العربية في دوره المهم، يعني الذي علينا أن نشيد به ونذكر دائما في تلك الحقبة بالذات. هو الذي تبنى إصدار هذه الموسوعة الضخمة التي كانت التي تعاملت مع التراث من جهة ومع العقل العربي من جهة أخرى، ويعني نقدت. هو بالحقيقة علينا أن لا ننسى بأن المغرب هو البلد الذي يعني كما أشار الزميل العزيز إلى ابن خلدون، كذلك علينا أن نشير إلى ابن رشد، يعني ابن رشد سواء كان في حقبته الأندلسية أو في حقبته المغربية، والذي أحرقت لسوء الحظ كتبه فيما بعد لأن السلطان قد يعني غضب عليه. هذا السلطان موجود في المشرق بشكل واضح، ولذلك من صعوبة بمكان أن يستقل مفكر عربي مشرقي بفكره بحيث يصل إلى إنجازات معينة قد تكون غير مقبولة سواء لأرباب الفكر أو لأرباب السلطان أو للرأي العام. يعني انظر الآن إلى الوضع المزري الذي وصل إليه المكنون الثقافي في المشرق العربي، ولنا أن نتصور هل بإمكان مثل هذه المجتمعات أن تنجب أو تنجز مفكرا بإمكانه أن يتلاعب، يعني أقول بأساسيات المعرفة الموروثة، ويحاول أن يعيد تنظيمها لكي يقدمها بشكل معاصر، دون أن أنا من وجهة نظري دون أن يتعارض بشكل جذري مع منطلقات التراث. هذه هي الفكرة. أنا أتفق مع أطروحتك الأساسية التي تفضلت بها بأن أنا أعتبر الآن الفكر العربي المغاربي هو الممثل للفكر العربي وإنجازاته في القرن العشرين. عدد الأسماء ولنرى أين من أين، يعني من هو أتى من أين، ستجد بأن غالبية هؤلاء المفكرين قد أتوا من المغرب، سواء الراحل الجابري أو الراحل محمد أركون أو هشام جعيط أو عبد الله العروي أو الكثيرون. يعني هذه هي الفكرة. وأنا كذلك أتفق بأن ليس هؤلاء فقط وهنالك العشرات، وهذا ما نلمسه عندما نخوض في أي نقاش فكري، في أي نقاش فكري ممكن أن يشار إليه. أنا يعني في عندنا نحن في مؤسسة غير ربحية تطوعية اسمها المعهد العالي العالمي للتجديد العربي، يعني خضنا نقاشات كثيرة في هذا المجال في واحدة من وحدات المركز، والتي أخذت حقيقة الكثير من منجزات العقل العربي الذي أنجزه في القرن العشرين. يعني بهذه الزوايا يمكن أن نتناول حقيقة القضية التي نحن بصددها. طيب أعود إلى الخرطوم لأسأل الأستاذ محمد في سياق الحديث عن نجاح المفكرين المغاربة في تونس والجزائر والمغرب وفي أيضا موريتانيا في كسر مركزية الاحتكار المعرفي والفكري للمشرق العربي، هل يمكن أن تحدثنا لو سمحت أستاذ محمد عن التجسيد العملي لهذا النفوذ الفكري ومد المغرب العربي للعالم العربي كله، مده بالأفكار؟ طب طيب دعني اعود الى نقطه يعني الى الوراء قليلا. هنالك اكثر من عامل، انا ذكرت عامل واحد اتفق معي الاخ الا وهو يعني ظروف الاستقرار الاجتماعي والنفسي والاقتصادي وهكذا، لكن هنالك عامل اخر مؤثر على العقل المغربي او على العقل المغربي والمشرق سواء، هو
عامل التطور الفكري العلمي. لو لاحظت معي اخي الكريم واخي الضيف يعني الفكر البشري في عموما طغى عليه العقل السلفي للنفوس النقلي هذا. فالعقل السلفي للنفوس النقلي بطبيعته. طيب استاذ محمد اعتذر منك، الصوت يعني غير واضح ولا استطيع ان اوصل معك في هذه اللحظات، لعله يكون افضل بعد قليل. وانتم مشاهدين الكرام نعتذر عن هذا الخلل من المصدر الاصلي. نذهب الى فاصل قصير ومن ثم عوده لاستئناف هذا الحديث. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن النهضة المغاربية فكريا وأسباب تراجع الحضور الفكري في المشرق العربي. دكتور عبد الوهاب، في الوقت الذي تنهض عدد من الأسماء المؤثرة فكريا في المغرب العربي، نلاحظ تراجعا كبيرا في الساحة المشرقية، لا نرى أسماء بارزة مؤثرة على المستوى المعرفي إلا يعني إذا عددناهم على أصابع اليد الواحدة. هل ثمة تفسير لهذا الأمر؟ وهذا حديث الأسباب الذي أردت التحديث عنه قبل الفاصل. نعم، الأسباب حقيقة متعددة وعديدة، لكن السبب الرئيسي حقيقة الذي يمكن أن يكون هو المؤثر الكبير في خمول الانتاج المعرفي الفكري في المشرق العربي هو حالة الإحباط التي يعيشها المشارقة لأسباب كثيرة. دعنا نقول بأن عملية شت الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي كانت مؤثرا كبيرا، جعلت النضال يتوجه إلى الجانب السياسي أكثر من توجهه إلى الجانب الفكري لكي يعالج قضية خطيرة ألقت بكلكلها على مجرى الحياة الإنسانية في المشرق العربي. من هنا عندما تحول الأمر إلى السياسي أكثر مما هو الفكري، بدأت مرحلة الصراعات. وهذه أيضا الصراع ينبغي أن عندما يكون هنالك صراع فكري ينبغي أن يكون هنالك إنجاز، لكن الصراع الفكري السياسي الذي عاشه المشرق العربي أنتج أنهارا من الدماء وزنازين وسجون لها أول وليس لها آخر، ما أن يفكر أحدهم برأي يختلف عن رأي السلطان حتى تراه في الزنزانة إلى أجل غير مسمى. هذه أيضا سبب مهم حقيقة. السبب الآخر أن يعني الأزهر كان هو واحة حقيقة تتلاقح فيها الأفكار وتنتج أفكار. وإذا ما حاولنا أن نرى انظر إلى شيخ الأزهر الأسبق الراحل الشيخ علي عبد الرازق وكتابه المشهور الإسلام ونظرية الحكومة أو نظرية الحكم في الإسلام، يعني هذه مقاربة عظيمة نتجت من شخص أزهري. لم أنا بوجهة نظري متواضعا لم يعد الأزهر كما كان سابقا، لم يعد واحة فكرية تتلاقح فيها الأفكار، تحول إلى مؤسسة يعني أكاديمية على حال بقية المؤسسات الأكاديمية موجودة والتي أيضا تتحكم بها الكثير من الأهواء وأهواء أرباب الحكم دون أن أشير إلى حقبة معينة. أنا أشير بشكل رئيسي وكبير لها القدح المعلى في حقيقة في إثبات تثبيت عفوا في تثبيت الإنتاج الفكري العربي. هذه أيضا نقطة مهمة علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار. النقطة الأخرى أن الصراعات البينية المحتدمة في المشرق العربي بين أنظمة الحكم المختلفة قد أيضا ألقت بظلالها كثيرا على الإنجاز. لذلك تجد أن المفكر أما عليه أن يقنع بما هو موجود أو يكتب لنفسه أو يشد الرحال ويهاجر هذه أو يكون قابعا في زنزانة كما سبق لي هو النشر. إذن المشرق كان ظروفه صعبة، وأنا أعتقد حقيقة يعني واحد من الأسباب الرئيسية الكبيرة التي ثبطت الإنتاج المعرفي الفكري
في المشرق العربي هو تحول الفكر من فكر إلى سياسة، والسبب المهم هو التحدي الكبير الذي أنتجه شكل الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي. هذه هي أنا بوجهة نظري متواضعا أهم هذه المراحل. إذا ما قارنت ذلك بالمغرب تجد الأمر يكاد يكون مختلفا. المغرب يعني لو نسمع عن عدد المجلدات التي أحرقها الفرنسيون ليس في المغرب فقط وإنما في الطوار المغربي، يعني في منطقة ما وراء المغرب جنوب الصحراء في مالي في نيجر في تشاد، تجد عشرات الألوف من المخطوطات التي كانت موجودة في واحات الصحارى والتي كان الناس يدرسون عليها. وأنا هنا أيضا يعني أتلقف ما تفضل به ضيفك الأستاذ محمد الدكتور محمد بأن حقيقة الفكر المالكي يعني يشجع كثيرا على أن تنمو هذه الأفكار. الإمام مالك يرحمه الله كان يقول بأن كل ما يقوله شخص مردود عليه أو مجاوب عليه إلا ما قاله صاحب هذا القبر، وكان يشير إلى سيدنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن البيئة المغربية بالمؤسسات المعرفية والعلمية الموجودة سواء في فاس في مكناس في مراكش في تونس في الجزائر، هذه هي التي أنجبت حقيقة وأنجزت قدرة وإمكانية عالية إلى الإنجاز، فضلا عن الاحتكاك المبكر بالفكر الغربي والذي هو علماني حقيقة. دكتور عبد الوهاب، هذه الذي أثرت هذه نقطة حقيقة مهمة جدا، وهي يعني عصب رئيسي في نقاشنا وحوارنا اليوم عن هذا الموضوع، لكن يعني سأعود إليك لأبحثها معك لو أذنت لي. أن أعود مرة أخرى إلى الخرطوم لنسأل الأستاذ محمد الفضل ولنختبر الصوت أيضا في الوقت ذاته. أستاذ محمد، فيما يتعلق بالأحداث السياسية التي ضربت المنطقة العربية والتفكك المجتمعي النسيج المجتمعي في عدد من الدول المهمة في المنطقة العربية، سوريا العراق وغيرها، هل هذا يعني أن أدخل المشرق العربي في حالة تيه وظلام وترك الساحة للمغاربيين لكي يصوغوا العقل العربي في المرحلة المقبلة، بما ينطوي ذلك على مخاطر أشار إلى جزء منها دكتور عبد الوهاب وهي المتعلقة باستلهام المحتوى الفكري الغربي؟ طيب، لدينا مشاكل واضحة مع الخرطوم. دكتور أعود إليك، يعني تحدثت عن موضوع أن المصدر العلماني للفكر المغاربي، هذا المصدر إلى أي يمكن أن نقول إلى أي مدى يمكن أن نقول بأن هناك نوع من القطيعة المعرفية ما بين المغرب العربي والمشرق العربي مردها إلى الأصول اللائكية أو الفرنكوفونية للمعرفة عند المغاربة؟ يعني هنا ايضا بودي ان اشير بان المجموعه الاولى حقيقه من المجموعه الاولى من المفكرين الذين يعني برزوا في المشرق ايضا كان تاثير الفكر الفرنسي عليهم، يعني منذ حمله نابليون على مصر وبعد ذلك مجموعه البعوث العلميه الكبيره التي بدا محمد علي باشا رحمه الله واسرته في ارسالها، التي يعني غطت تقريبا كل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، جعلت حقيقة لهذا الفكر لهذه العقلية النقدية مجالا واسعا يعني حتى في المشرق. لكن الذي جرى أن المشرق أيضا حصلت بينه وبين هذه المرتكزات قطيعة عندما يعني تقدمنا في القرن العشرين، وأيضا يمكن أن نحيل أسبابها إلى أسباب عملية ومنطقية، أن النظام التعليمي في مصر على وفق النظرية التي طبقها كوتشنر في وقتها أن يعني تحول حقيقة من تلك المرتكزات الأساسية التي أتت بها البعوث العلمية التي بعثت إلى فرنسا ونهلت العلم من هناك من مناطق معينة ليس بالسوربون تحديدا موبيليه مثلا، أو الذي جرى أن هذه الانتقالة قد جعلت شيء من القطيعة في توظيف أدوات البحث العلمي التي ينبغي يعني تناولها عندما نقوم بتناول شأنا فكريا. هنا تكمن خطورة كبيرة حقيقة، وهي ما وقع فيها بعض المفكرين. يعني
أنا لا أقول بأن ينبغي التمسك بالتراث بشكل كامل أبدا. أنا كما قلت يعني الإمام مالك رحمه الله يقول كل ما يقوله شخص وآخر يراد عليه إلا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الذي جرى أن عملية يعني نقد أفكار الآخرين أخذت منهجا آخرا عند بعض المفكرين في المغرب العربي، يعني اجتازوا عتبة التوازن في طرح أفكارهم. وعلينا هنا أيضا نأخذ بنظر الأدوار قضية مهمة جدا، يعني حقيقة هي قضية شائكة، أن الأساس المعرفي الذي يشكله التراث بالمشرق يختلف اختلافا جذريا وكبيرا عن الأساس المعرفي الذي تعرض عليه أوروبا في حينها التي كانت تحكمها فلسفة وقضية محاكم التفتيش والكنيسة وإلى آخره. هذا في المشرق وفي المغرب في العالم الإسلامي عموما هذا لم يكن موجودا حقيقة. أنا أشرت قبل قليل إلى الإسلام وصول الحكم للراحل الشيخ علي عبد الرازق، يعني تجده يعني. لكن دكتور عبد الوهاب، يعني أنت تتحدث عن الحالة المغاربية، لكن هل هذا السياق العام؟ يعني المشرق يحتكر لعقود بل ربما لقرون الإنتاج المعرفي في الوطن العربي ويصوغ العقل العربي حقيقة. الآن المغرب هو الذي يتولى هذه المهمة. هل نحن نتحدث عن تنافس إيجابي معرفي يغذي العقل العربي بالأفكار، أم نتحدث عن تناحر وتنافس سلبي يعني يساهم بشكل أو بآخر في تمزيق الوطن العربي من الناحية الفكرية؟ لا، أنا لا أعتبره تنافسا ولا أعتبره أبدا، هو عملية تكامل وعملية تلاقح حقيقة. والفكر الإنجاز المعرفي الذي أنجزته الأفكار في القرن العشرين تحديدا في المغرب العربي أصبح زاد اليوم بالنسبة لأي منا، يعني كل منا يحاول أن يرى ما الذي يعني يقوله هشام جعيط في هذه القضية يرحمه الله، الذي توفى يعني قريبا، والذي يعني مؤسستنا الذي سبق وأن أشرت إليها قامت بتكريمه في مؤتمرنا في تونس في العام الماضي وتسلم شقيقه التكريم هشام جعيط مثلا، عندما يعني يمثل أداة معرفية بالنسبة لي، ليس السبب لأن هنالك غياب لشخص مشرقي، لو كان موجودا لذهبت إليه أبدا. الفكر العربي هو فكر واحد، نبتته الأساسية واحدة مهما حاول البعض. لكن قد يستدرك عليك السائل الدكتور عبد الوهاب ويقول لك هناك مقولة منتشرة في الساحة الفكرية العربية يصنفون فيها المغرب العربي على أنه مغرب عقلاني برهاني علماني ومشرق ديني صوفي استغراقي، وهذا يقسم الوطن العربي ليس بالمعنى المتبادر إلى الذهن بالشكل السلبي والصراع، وإنما يقسم على أساس فكري ويمزقه. إلى أي مدى تتفق مع هذا الكلام؟ إلى حد ما هو حقيقة، يعني الفكر الإشراقي والفكر الصوفي شكل، أنا من وجهة نظري متواضعا قد أكون مخطئا، شكل مكان الاختباء الذي لجه إليه الناس عندما كان سيف القمع مسلولا على أي مفكر يفكر بشكل جدي وجديد. وطبعا آثاره السلبية نحن نعيشها الآن في المشرق العربي نتيجة التراكمية التي نشأت عن هذه الحالة. على العكس، المغرب كان أكثر استقرارا حقيقة، والمغرب العربي تحديدا كما نعلم يعني دخل القرن العشرين وهو دولة مستقلة، يعني الفرنسيون لم يحتلوه إلا في عام 1912 مثلا. فإذا يعني كان هنالك أساس رصين حقيقة من التراكم الفكري موجود في المغرب، ولأن المجتمع المغربي عموما يعني قد يعترض علي معترض ويقول بأن مثلا الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي عاشت فترة ثورة كبيرة، صحيح عاشت فترة ثورة كبيرة، لكن في نفس الوقت كان هنالك يعني كثير من المفكرين الجزائريين الذين أيضا تلاقحوا مع الفكر اللاكي وأنتجوا فكرا جديدا، يعني وأشرنا إلى بعضهم. طيب مالك لو أذنت لي دكتور عبد الوهاب أن نسمع بس فقط رأي ضيفنا في الخرطوم الذي أصبح جاهزا عبر الهاتف، أستاذ محمد
يعني ثمة من يرى أنه بالرغم من النهضة الفكرية المغاربية، لأن هذه النهضة يعني غير مرتبطة ارتباطا عضويا بالقيم العربية والإسلامية الأصيلة باعتباره مصدرها الفرنكفوني، يعني ربما حضرت الفرنكفونية في الفكر المشرقي لكنها طاغية في الفكر المغاربي، عقلانية فلسفية تجريدية محضة، وهذا يعني أنها تؤسس تأسيسا نقديا لكل شيء حولها، حتى ربما تخضع المقدسات والثوابت في الحضارة العربية الإسلامية إلى النقد وإلى النقاش والحوار. كيف تعلق على هذه الجزئية؟ طبعا أنا الصوت مسموع واضح؟ نرجو أن يكون كذلك أفضل الآن، تفضل. طيب أنا أرى أن هذا تعميم مخل، يعني تعميم مخل للفكر المغاربي. أنا قبل قليل تكلمت عن الفكر المغاربي عموما، ليس هو محمد عابد الجابري وحده ومدرسته، يعني مثلا من المخل جدا ان نسمي مثلا ارطغرل كما تفضل الاستاذ بالمفكر. ارطغرل لم ينتج افكار جديده ولم ياتي بشيء جديد يقال عن المفكر. لكن من المخل ايضا ان نعمم تعميما كاملا ونقول ان مشروع محمد عابد الجابري اللي هو نقد العقل العربي هو المشروع المغاربي الوحيد المطروح على المستوى الفلسفي. هذا المشروع له جذوره اي نعم التي تمتد الى الفرانكفونيه كما تكلمت قبل قليل، والتي تمتد الى المدرسه النقديه المتصله بمدرسه فرانكفورت مثلا، مؤخرا يورغن هابرماس وقبله دوركهايم مثلا في علم الاجتماع، او فوركهايمر مثلا في الفنون، او مثلا هربرت ماركوزه او غيره. بالمقابل هنالك مشروع اخر مرتبط بالجذور تماما في المغرب العربي، هو مشروع الان يبحث في جذور التصوف وفي جذور الاخلاق ويقدم نقد هادئ ومتزن، واقل ما يقال عنه انه ارسل من رصين لهذا الفكر المرتبط بالفرنكفونية. ولكن دعني أضيف نقطة قليلة لو سمحت لي أخي الكريم، وهي أن هنالك عامل آخر أثر على ازدهار الفكر في المغرب العربي. مع أن المشرق العربي، مع خلافي مع المتحدث الأخ الكريم، مع أن المشرق العربي كان فيه إشراقات إلى قريب، مثلا عندما تذكر المفكرين في العالم العربي والإسلامي والعالم عموما، لا تستطيع مثلا تجاوز محمد باكر الصدر الذي توفي قريبا، يعني محمد باكر الصدر رقم في الفكر، اختلفنا ام اتفقنا معه مذهبيا الا انه رقم في الفكر، قدم نقد رصين جدا للفكر الماركسي، قدم رؤيه فلسفيه متماسكه جدا اسماها فلسفتنا، وقال انها هي الفلسفه حسب ما يعتقد في الدرس الفلسفي لديه في الحوزه، قدم يعني مقدمات اقتصاديه جيده جدا، وغير محمد باكر الصدر مثلا في افريقيا الان، في افريقيا في مفكرين اسلاميين او في مفكرين كتار جدا ما معروفين، مثلا الشيخ أنت ديوب وهو مفكر سنغالي اسمه الشيخ أنت ديوب. الشيخ أنت ديوب تكلم في جذور الحضاره المصريه وجذور الحضاره العربيه، وتكلم كلام رصين جدا لكنه لم يجد حظه من النشر، وكذلك مزروع المفكر الفين لم يجد كذلك حظه من النشر، كذلك حسن الترابي في افريقيا وغيره. فالقول بان المغرب هو المركز الوحيد للفكر الان هو قول مخيف، ولكن هنالك عامل مهم اثر على هذه المركزيه، الا وهو العقل النصوصي السلفي الذي طغى على المشرق الاسلامي ابان تولي حقبه معينه من الدوله العباسيه وهي ما بعد القاضي ابو يعلى الفراء المعروف. يعني طغى المذهب الحنبلي، انا بدون اساءه الى المذاهب يعني، ولكن طغى المذهب الحنبلي بطبيعته النصوصيه التي تعطل الاجتهاد على المزاج العربي عموما في المشرق. وهذا الطغيان عطل الذي هو اعمال العقل في الاشياء للوصول الى النتائج. هنا بالمقابل ازدهرت في الحضاره المغاربيه المسحه الصوفيه هذه التي تذكي من شان الخيال وتنمي الخيال وتقول ان الخيال هو واحد من وسائل الوصول الى المعاد. ولذلك التوسع في الاجتهاد والتوسع في الاستصحاب فقهيا، اي التوسع في تجارب الاخرين والتوسع في التعامل مع الخيال كمعطى معرفي، هذا جعل الفكر المغاربي طويله قبل هذه الفكره، يعني لكن استاذ محمد انت تثني على الفكر المغربي وانه قدم اطروحات جيده ومرتبطه بقيم العربه، ساعود اليك لكن يعني ربما ضيفنا سيغادرون بعد قليل، استفيد من الوقت المتبقي لاساله الدكتور عبد الوهاب. يعني صحيح أنك ترى في هذا التنافس حالة إيجابية تنعكس ثراء على الساحة الفكرية العربية، لكن ربما لا يختلف اثنان على أن هناك أصوات بارزة في المغرب العربي تدعو إلى خصوصية معرفية فكرية
مغاربية، بما ينطوي ذلك على معنى ضمني استقلال عن المشرق العربي. كيف تقيم هذه الدعوات ومآلاتها وآثارها على الساحة الفكرية أو على وحدة الفكر العربي المعاصر؟ نعم، هو ما قلته أن أجيالا جديدة متأثرة كثيرا بالمنابع الفكرية التي درسوا عليها، حاولت اجتياز الخطوط المعقولة للتلاقح بين الفكر والتراث، وهؤلاء يعني هم الذين حقيقة يتحملون وزر محاولة فصل الفكر العربي في المغرب العربي عن الفكر العربي في المشرق، مع أني أعتبر أن الفكر العربي هو واحد. يعني هنالك ظرف، يعني لو أتيح لي مفكر مغاربي مهما كان، مهما أنا أعرف مجموعة منهم، مهما على كعبه في إذا أتيح له أن يسكن، يعني اختار أي عاصمة مشرقية وقل أنه سيسكن فيها وينتج تراثا، الجواب سيكون سيقمع، كلا لن يرى هذا التراث النور. من هنا التجاوز الخطوط، التجاوز على التراث، على حقيقة التراث. أنا كما قلت المبدأ الذي هو قاله الإمام مالك في حينه، المبدأ بالنسبة للتراث المركز، الأشياء الأساسية التي ينبغي أن يكون الإنسان حذرا عندما يتعامل معها هو المرتكزات الفكرية العربية الإسلامية التي صاحبت أو التي أنتجها الإسلام بحد ذاته. لكن الآن طبعا هنالك من يدعو إلى تفكيك التراث بشكل كامل، ونجد من هؤلاء أصداء يعني موجودين حتى في مصر مثلا، حتى في العراق هنالك معمم في العراق عندما تسمع له تقول أنه هذا يمكن قمة في اللائكية. يعني إذن الفكرة أنه الفكر العربي هو فكر واحد، التلاقح كما تلاقح الفكر الأوروبي في حينه في مراحله الأولى بالفكر العربي المتطور الذي أنتجته حضارة بغداد مثلا، وكانت فترة الحروب الصليبية فترة مهمة جدا لهذا التلاقح، وكما أثر ابن رشد جذريا في طريقة تفكير الغربيين، الآن نفس الشيء تلك البضاعة ترد إلينا لكن بشكل أنا أعتبره مشوه. الموضوع ليس بهذه، ليس عليك أن تتمرد على كل ثوابت التراث لكي تثبت نفسك حداثيا. أنا ضد هذه الأطروحة على طول الخط. أشكرك دكتور عبد الوهاب. أعود مرة أخرى إلى الخرطوم. أستاذ محمد، في الحديث عن المشرق العربي وإسهاماته الفكرية، إلى أي مدى سيؤثر غياب فكر عربي مشرقي وازن على وحدة وتماسك الفكر العربي عموما، تحديدا نتحدث عن الفكر العربي المعاصر؟ والله يا أخي الكريم، أنا قد لا أتفق بالكلية مع أطروحة غياب الفكر العربي في المشرق، لأن الشواهد تقول غير هذا. مثلا الآن إذا تكلمت مثلا عن نقد المشاريع الوافدة إلينا، هذه المشاريع الحداثية التي كان يتكلم عنها الأخ، التي تنقض التراث، هذه لن تستطيع تجاوز عبد الوهاب المسيري، وهو بالتأكيد ليس محسوبا على المغاربة. مصر بالكلية ليست محسوبة على المغاربة، بالعكس هي محسوبة على المشارق. في نفس الوقت لو تكلمت مثلا عن الفلسفة أو الاقتصاد أو عموما هذه الأمور المتعلقة بالإلهيات كما يسمونها هم، أو بالميتافيزيقي أو غيره، تجد أن هنالك تراث ثر جدا مثلا في العراق، تجد أن هنالك تراث ثر جدا بدأ الآن يتشكل في الكويت مثلا، تجد أن تراث ثري جدا بدأ يتشكل في الدوحة مع عدة مفكرين عن الشارة وغيره، تجد أن هنالك مدارس الآن في الشرق هي مدارس مزدهرة ولها حظها من الاجتهاد الفلسفي المعقول، ولها حظها من التفكر والتفكر. ولكن قد يكون التنافس الذي ذكره الاستاذ هو المحرك الرئيس مثلا لهذه التجاوز. مثلا انت عندما ترجع قليلا الى الوراء في حركه الفكر، تجد ان اول مدرسه قامت بهذا الفكر الذي هو اعمال العقل قامت في العراق، يعني هي مدرسه المعتزله البغداديين ومدرسه المعتزله الفكريين. هذه المدرسه كانت هي الاساس للتفكير الاسلامي المعاصر انجاز التسميه. حتى المدرسه المتاثرين بها المغاربه التي هي مدرسه الاشاعره هي متاثره بالضروره بهذه المدرسه. فلم تكاك يعني لم تكاك بين الفكر العربي الغربي والفكر العربي الشرقي الا في عقول ما
مدرسة صغيرة جدا، أنا يعني أحاول أن لا أصل فيها الفكرة العربي المغاربي عموما، وهي مدرسة في أواخر مثلا تكلمت عن محمد عبد الجابر كونه يعني أبو الفرانكفونية العربية المعاصر وأبو الفكرة المغاربي الفرانكفون، مع أني كررت يعني كررت أكثر من مرة في برنامجكم هذا أن محمد عبد الجابر هو ليس المفكر المغاربي الوحيد، وإن حاول بعض المثقفين العرب إبراز محمد عبد الجابر فقط كمشروع مغاربي وحيد وتلاميذه. وانا تكلمت قبل قليل، ما ادري صوتي كان مسموعا او لا، لكن بمناسبه الصوت طعم. استاذ محمد، بمناسبه صوتك الان يعني ظروفه الفنيه افضل، ولذلك اريد ان استفيد منك لاسالك يعني فيما يتعلق بحديثك وما قاله قبل قليل ضيفنا من واشنطن، هل قامت النهضه المغاربيه الفكريه، اذا جاز ان نسميها نهضه كما يقول عنها بعض الكتاب، هل قامت على اساس تكاملي مع المحتوى المعرفي الذي قدمه عدد من الكتاب والفلاسفة في المشرق العربي، أم أنها قامت على أساس القطع المعرفي؟ بالتأكيد قامت على أساس متصل بالمعارف الموجودة، هي أصلاً الأفكار بذاتها، يعني لا يجوز أن نقول أن هنالك أفكار منبثة بالكلية تنزل على شخص إلا ما كان وحياً. أما موضوع التفكر هذا فهو أنا كما قلت جذوره اصلا في المدرسه المشرقيه عند المعتزله الدفريين والمعتزله البغداديين، هم الذين يعني فتحوا باب الاجتهاد هذا وقالوا ان مال العقل في الفكر هو الاساس، يعني هو الاساس في الوصول الى الدلائل والوصول الى النتائج. حتى العقل البرهاني الذي يتكلمون عنه الان ويسمون به المغاربه، هذا العقل البرهاني فككه الامام الغزالي تفكيكا، يعني اتكلم لكم له بعده قائل. وكل الحداثه الان التي تنتقد الفكر الارسطي هم عيال على الغزالي في الاساس، وهم لا ينكرون هذا. مثلا هايدغر لا ينكر انه استفاد من الغزالي جدا في مساله تحقيق المناط او غيره، ولكن جدا جدا انا اذكره ان الفكر المغاربي ليس لكن لا نستطيع ان نسمي الامام الغزالي رحمه الله، لا نستطيع معه من المفكرين العرب المشارقة، هنا الحديث عن المشرقيين العرب وعن المغاربة العرب وعن المحتوى الإطار النظري للفكر العربي. أستاذ محمد، والله يا أخي الكريم، أنت إذا بتعرف العروبة أنها يعني جغرافية قد يجوز كلامك، ولكن إذا كنت تعرف العروبة كحالة ثقافية التي هي التحدث عن اللغة العربية كلغة أساسية ومضموناتها وهكذا، بالتأكيد ستدخل الغزالي، ستدخل سيبويه في اللغة، ستدخل ابن جني في المعادن، ستدخل كثير من الناس. لذلك إنجاز التسمية، كل من كان ناطقا أصيلا بالعربية، نعم، كاتبا ومؤلفا، نعم، محسوب على الفكر العربي. نعم، يعني للحديث بقية. أستاذ محمد، أشكرك رغم المحاولات الحثيثة لإصلاح الخلل الفني، أشكرك على هذه المشاركة. ختاما مشاهدينا الكرام، أشكر ضيفي الكريمين، كان معنا من واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل زائر في المركز العربي بواشنطن، شاركنا عبر سكايب، وكذلك الأستاذ محمد الفضل الباحث في قضايا الفكر والفلسفة، وكان معنا من الخرطوم عبر الهاتف. شكر الله لكم حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.